Geox, Amphibiox. أعزائي متابعي طقس العرب في كل مكان، تحية طيبة لكم. نستعرض معكم آخر مستجدات المنخفض الجوي الذي المتوقع أن يؤثر بمشيئة الله يوم غد الثلاثاء. من خلال صور الأقمار الاصطناعية التالية نلاحظ بدأ تشكل المنخفض الجوي كما هو ملاحظ إلى الغرب من جزيرة قبرص. هذا المنخفض الجوي مرفق بجبهة هوائية باردة فعالة، متوقع أن تبدأ بعبور البلاد مع ساعات صباح يوم غد الثلاثاء. سادت أجواء اليوم الاثنين أجواء مستقرة، أجواء خالية من الغيوم تقريبا باستثناء المنطقة الشمالية شهدت بعض الهطولات المطرية الخفيفة مع ساعات الصباح. هنالك قصة أخرى بمشيئة الله يوم غد الثلاثاء، انقلاب على الأجواء لتتحول إلى غائمة باردة ماطرة في مختلف المناطق لا سيما المنطقة الشمالية والوسطى الحديث هنا. كما نلاحظ من خلال الصورة التالية تبين توضيح تأثير هذا المنخفض الجوي، الأمطار متوقع مشيئة الله أن تكون الأكثر غزارة فوق السواحل السورية وغرب سوريا لبنان، إضافة إلى سواحل دولة فلسطين. إلى ذلك متوقع أن تكون الفعالية في أكبرها في داخل المملكة فوق المنطقة الشمالية المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة عمان، حيث تبدأ الأجواء بالتحول إلى غائمة وماطرة بدءا من ساعات الصباح الباكر. هذه الأمطار تكون غزيرة بمشيئة الله في شمال المملكة، كذلك الحال وسطها لا سيما في العاصمة عمان والبلقاء، وبشكل أقل في محافظة مادبة والزرقاء. تأثر مناطق الجنوبية بهذا المنخفض الجوي متوقع أن يطالها مع ساعات الظهيرة والعصر. التأثير طبعا بمشيئة الله سيكون أقل في المنطقة الجنوبية مقارنة بالشمالية والوسطى، ويكون في أشده في محافظة الكرك إضافة إلى بعض مرتفعات الطفيلة. نستعرض معكم من خلال الصورة التالية ملخص للحالة الجوية وتنبيهات والتحذيرات الخاصة للتعامل مع هكذا حالة جوية. هنالك خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض لا سيما مع ساعات إبان الهطول المطر الكثيف ومع ساعات العصر ومساء الغد، حيث متوقع أن يغطي الضباب مساحات واسعة من الجبال الشمالية الوسطى بما فيها العاصمة عمان مع ساعات مساء الثلاثاء، ويرافق ذلك تدني في مدى الرؤية الأفقية. التنبيه الثاني هو خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية بفعل نشاط الرياح أثناء عبور الجبهة الهوائية باردة بدءا من ساعات الصباح والظهيرة. هنالك خطر الانزلاق على الطرقات خاصة في المناطق الجبلية بسبب توقع تساقط زخات من البرد. هذه الزخات ربما تكون كثيفة أحيانا لا سيما فوق المرتفعات الشمالية والوسطى. كذلك الحال هنالك خطر الانزلاق على الطرقات فوق طرق المرتفعات الجبلية العالية لا سيما الشمالية منها بسبب توقع تساقط الثلوج فوق المناطق التي تزيد ارتفاعها 1100 متر تشمل مرتفعات رأس منيف، عبين، عبلين، صخرة سوف في محافظة جرش، إضافة إلى قمم المنطقة الوسطى بشكل أقل وبفرصة أقل لا سيما في منطقة زي وأم جوزة في غرب البلقاء، إضافة إلى مرتفعات شمال وغرب العاصمة. كل هذه التحديثات حتى الساعة، تابعونا من خلال تطبيق طقس العرب إضافة إلى الموقع الإلكتروني للمزيد من التحديثات حول هذه الحالة خلال الساعات القادمة. دمتم برعاية الله.